هاي السوبرسونيك 2024 اللي وصلت امبارح، من اجمل السيارات اللي ممكن تشوفوه، او من اجمل الموتور هومز اللي ممكن تشوفوه. صناعه سلوفينيه من شركه ادريا. سعره شامل الضريبه داخل السويد 2,025,000 كرون. فيكم تحذفوا الضريبه 25%، بيطلع معكم سعر التصدير. هذا شكله من الخارج، ماخذ الكهرباء هون جاي علبه كبيره، التهويه تبعيت الثلاجه، عندي الكراج هون بالخلف، ممكن نفتحه مع بعضنا ونشوف شقد كبير وواسع. هو فتحة تخزين كبيرة مثل ما هي شايف. طبعا هنيك في دش خارجي بتوصله للخارج، وهون مساحات تخزين كامل. طبعا في انارة بالجهتين هون، وهي الذراع تبعيت المظلة اللي شايفينها على طول الكرفان او الموتر هوم. هذا شكله من الخلف، وطبعا مزودة كمان بكاميرا فول اتش دي لرجوع للخلف. وهلا راح ندخل عليها للداخل ونتفرج مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هون عندي، قبل ما ادخل، في عندي درج كهربائي من هون بينزل الدرج. بعد ما فتح الدرج في عندي هون كمان ستارة لمنع دخول الحشرات، وبعدين بقدر ادخل للداخل. طبعا الموكيت كلياته موجود فيه بما انه ديمو هلا عرض. بالاعلى هون في عندي السرير العلوي، طبعا بالامكان خفضه ورفعه من هون. في عندي زر كهربائي مثل ما هي شايف. هلا رح ننزله مع بعضنا. جميل جدا. طبعا فوقه في البانوراما تبعت السقف، ما رح ننزله اكثر من هيك عشان الكراسي لازم ينطوى قبل ما نفتحه. بياخذ شخصين، واذا اطفال ممكن ياخذ للاربع اطفال. الماكس 200 كيلو جرام، في عليه تحذيرات طبعا، وممنوع تحت الست سنوات ينام فوق. رفعه للاعلى كمان من نفس الزر، وبس يرتفع بتطفي الاضاءه لفوق عن طريق الفاصله الكهربائيه لحالها، ما في داعي نطفي شيء. ما شايف اختفى بالسقف فوق. طبعا هون غرفة السفرة مثل ما احنا بنسميها بالعادة. اذا بفتح هيك، طبعا الكراسي الاثنين بيتوجهوا لهون، فبيصير عندي مكان لست او سبع اشخاص يقعدوا هون بكل اريحية. طبعا الاضاءة الاي دي تحت بالارض كمان جميلة جدا. هون بالاعلى في عندي الخزائن العلوية هاي ممتدة لحتى فوق المطبخ. طبعا في ماكينة اسبريسو ملحقة. هون عندي البودوغاز، مجلس تل ستيل. طبعا هذا غطاء المجلة مثل ما حكينا سابقا، ممكن استخدامه لتغطية الخضار والفواكه. المجلة جميلة هيك، ممكن التحكم باتجاه المياه. في عندي ست جرارات تحت، ممكن تخزن اللي بدك اياه بدون اي مشاكل. ومساحة الخزائن اللي فوق كمان لا يستهان فيها. طبعا اكيد مجهزة بفلتر لشفط الروائح اثناء طهي الطعام. بالجانب الثاني من الباب الرئيسي في عندي لوحات التحكم فوق الباب، بالاضافة قاعات التلفزيون. هون عندي الثلاجة مجهزة فوقها بفرن غاز مدمج. فوق هون اذا بفتح في عندي خزانة كبيرة. للامام شوي في عندي الحمام. هون الدش موجود على اليسار مثل ما هي شايف، جميل جدا. طبعا له باب زجاجي مشان المياه ما تطلع للخارج. نفسه الباب اذا بفتحه هيك بهذا الاتجاه بيصير عندي فاصل بين قسم المعيشة وقسم النوم. هون في عندي التواليت مع الحمام الثاني مع المغسلة والخزائن. طبعا كله مجهز بفتحات سقف. هاي غرفة النوم رائعة جدا، فندقية بكل ما تحمله كلمة فندقي من معنى، يعني كتير كتير رائعة. طبعا هون اكيد في اكستنشن كمان هون مشان نحط الفراش الاضافي، بيصير السرير متصل. في فتحة سقف علوية كتير كبيرة، بالإضافة لمساحات التخزين اللي شايفينها فوق.
التحكم بالإنارة الـ LED كاملة بيتم من مفاتيح التحكم اللي هنيك ما شايف هون. بالإضافة عندي خزانة هون بهذا القسم، ممكن تصير مثل مكتبة صغيرة نخزن فيها الكتب. وهون في عندي وصلات تلفزيون في حال حبيت أركب تلفزيون صغير بهاي المنطقة. طبعا كمان في باب سحاب خاص لعزل غرفة النوم عن الحمامات. هذا شكل الأدرية بشكل كامل. هيك كانت لمحة سريعة، أعطيناكم السعر والمواصفات وعملنا جولة سريعة بالداخل. بتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم. من هلأ لفيديو جديد، دمتم في أمان الله.